موجز للأخبار، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بداية، استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس رئيس مجلس الأمة السيد صالح جوجيل. رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل وفي اجتماعه أمس بمكتب المجلس نوه بمضامين نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2024، معتبرا ذلك بلورة براغماتية بالفعل. وأشاد مكتب مجلس الأمة بالديناميكية التي شهدتها الساحة الوطنية مؤخرا، لا سيما القوانين المعلن عنها لصالح الأسرة الإعلامية والتسهيلات المقدمة للعديد من الشعب الفلاحية، وكذا إشراف رئيس الجمهورية على بعث مشروع غارة جبيلات. في مستجدات الوضع بغزة، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الصهيوني المكثف والمتواصل على القطاع منذ يوم أمس إلى أكثر من 91 شهيدا والمئات من الجرحى، حيث دمرت طائرات الاحتلال مربعا سكنيا كاملا في مخيم المغازي وسط القطاع، أسفر عن استشهاد 17 فلسطينيا من عائلة واحدة، كما ارتقى 18 شهيدا في استهداف منزل بمدينة رفح. في سياق متصل، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن عشرات الفلسطينيين سقطوا بين شهيد وجريح في قصف جوي ومدفعي مكثف على مخيم جباليا، مشيرا إلى توقف العمل في مراكز الإسعاف شمال القطاع، وذلك بسبب نفاذ الوقود وخروج المستشفيات عن الخدمة. في غضون ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي إلى التحرك سريعا لتجنب وقوع كارثة إنسانية في غزة، مطالبا بوقف إنساني فوري لإطلاق النار في خطوة نادرة استحضر من خلالها غوتيريش لأول مرة منذ توليه المنصب المادة 99 من الميثاق الأممي، التي تشير إلى أن الأمين العام قد ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين. في التعاون الإفريقي، تتواصل لليوم الثاني على التوالي بدار السلام بتنزانيا أشغال الاجتماع 12 لمجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بمشاركة وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني. زيتوني أكد في كلمة له على ضرورة تسريع العمل لوضع الأسس الحقيقية لهذا الفضاء التشاركي التجاري من خلال تبني ملف قواعد المنشأ المتعلق بقطاع النسيج والسيارات ونسبة الإدماج. بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، تختتم اليوم أشغال الطبعة الثانية من المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، التي عرفت مشاركة أزيد من 200 مستثمر وخبير دولي في مجال المؤسسات الناشئة، بالإضافة إلى أزيد من 10,000 مشارك من أصحاب المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة الجزائريين والأفارقة. في الرياضة، تفتتح اليوم الجولة 9 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بإجراء لقاء بين نادي بارادو ومولودية الجزائر بملعب 5 جويليا الأولمبي ابتداء من الساعة 7 مساء، فيما تلعب باقي مباريات هذه الجولة غدا وبعد غد السبت. بهذا نختم الموجز، أعود لألقاكم على رأس الساعة بإذن الله. شكرا لكم والسلام عليكم.